على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها، وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني، وتدعو للهدى سرا وجهرا. ويخلو الوعد في مرسى الأمان، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع سحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معا رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، نتحدث اليوم عن آية قرآنية ننتقل منها إلى آية كونية. هذه الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش عليه، الله تعالى يتحدث عنه فيقول: أمن جعل الأرض قرارا. فهذه الأرض قرار. سيدي، لو بدأنا ببعض اللفتات حول كلمة قرارا. يعني تركب مركبة من أرقى المركبات ومن أغلاها، حينما تنطلق على الطريق في اهتزاز ولو كان ضئيل، أما سكون مطلق لا يوجد، و30 كيلومتر بالثانية هذا شيء مذهل. في حركة 30 كيلومتر بالثانية، الأرض تسير في دورتها حول الشمس، ومع ذلك سكون مطلق. الأبنية، يعني أي زلزال بسيط بيصدع الأبنية كلها. فالأرض، ماذا الأبنية التي لم تتصدع، ماذا في استقرار تام، متحركة وهي مستقرة بأن واحد. هذا من المفارقات الدقيقة والإعجازية. نعم، وهذا يعني سيدي الأمور تظهر بضدها، وبضدها تتميز الأشياء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هذا الصواعق أو الصواريخ حديثة. نعم. أو من تحت أرجلكم، هي الزلازل أو الألغام، الشيء المخيف الثالث. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الله أكبر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالبشر في قبضة الله. ما معنى يلبسكم شيعا سيدي؟ يعني الفتن الطائفية. إن فرعون علا في الأرض. الورقة الوحيدة الرابحة في يديه ورقة الطائفية، على في الأرض وجعل أهلها شيعة. دائما تفرق تسد. حينما جاء الاحتلال الأمريكي على العراق، أنت سني وأنت شيعي وأنت كردي وأنت آشوري وأنت حمداني أنت كذا كذا، هذه الورقة الوحيدة الرابحة. وأيضا سيدي آية أخرى تحضرني في مجال يعني استقرار الأرض. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، إن هذا في ملمح بالآية دقيق جدا. لا يمكن أن يقع زلزال أو حدث طبيعي له تفسير علمي قريب اضطراب طبقات الأرض، وفي تفسير أبعد. التفسير أبعد تفسير إلهي. فأنا بتمنى أن الإنسان يفهم التفسير العلمي، ما في مانع أبداً، بس ما ينسى أنه في تفسير إلهي، أنه حدث
مؤلم جدا بلا سبب ما في. الله عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم. وهذه زلازل الدنيا، فما يرون بزلزال القيامة. نعم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أنا أذكر تماما في زلزال بالقاهرة، إلي قريب مقيم هناك، زوجته من شدة الخوف حملت ابنها ونزلت، اكتشفت وهي في الشارع أنه ليس ابنها، حذاء زوجها. الله. من شدة الخوف تذهل كل مرضعة، حملت حذاء زوجها ظنته ابنها، شيء واقع. نعم. هذا يعني زلزال الدنيا. نعم. هو زلزال القيامة آخر. نعم. سيدي، هذه من جعل الأرض قرارا، ذكرتم الأرض تسير 30 كيلومتر بالثانية تقريبا، ومع ذلك لا نشعر بها. أيضا سيدي، من المعاني القرار، نظام الجاذبية مثلا، ألا يعني الآن بالمركبة الفضائية رائد الفضاء يستيقظ بالسقف في منطقة بين أرض والقمر تنعدم الجاذبية، شيء ما له وزن، الكاسة بالهواء واقفة. أنت نعمة الجاذبية لا تقدر بثمن، تضع الكأس هنا يبقى أنه منجذب للأرض، الثلاجة هنا تبقى، الكرسي هنا يبقى، ثبات الأشياء في الأرض هي نعمة كبرى جداً لا ينتبه الإنسان إليها، أنه في انجذاب للأرض. أما لو كنا بوسط السماء عايشين بمنطقة ما فيها جاذبية، ما في شيء ثابت، كل شيء متبدل، حتى الأشياء نراها في السقف أحيانا. نعم. وهذا يعني من أسباب استقرار الأرض. نعم. نظام الجاذبية. أيضا سيدي، أمن جعل الأرض قرارا، يعني هذه الأرض مهيئة للحياة، فيها ماء حذب، يعني أيام بيكون الينبوع بالجبل، مستودع الجبل، يعني أنا بعرف أنه مستودع عين تروي دمشق، عين الفيجة، الفيجة من جنوب دمشق إلى حمص تقريبا المستودعات، ومن سيف من نصف لبنان إلى سيف البادية، هذا الحقل حقل عين الفيجة بالشام، حقول كبيرة جدا وماء عذب سلال صافي. إذن الله تعالى هيأ في الأرض أسباب الحياة. نعم. يعني وجعل فيها معايش، أسباب كسب الرزق، وجعل فيها مصالح الناس كلها. نعم. نعم. الهواء مثلا، الهواء يعني لطيف، لا تراه، تستنشقه، في أكسجين، في هيدروجين، يعني في عندنا أشياء الله بأسمائه اللطيف. نعم. في أشياء لطيفة جدا. نعم. سيدي الفاضل، يعني بعض العلماء قالوا في الأرض مئات الآلاف من المواد الغذائية التي يعني أودعها الله للإنسان، فجعل هذه الأرض قرارا يستقر عليها الإنسان ويبني فيها مسكنه ويعيش فيها مع أهله. سيدي الفاضل، الآن لو انتقلت إلى موضوع يعني لصيق بقضية التفكر، في سورة الأعراف يقول تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ما علاقة هنا يعني خلق السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم؟ يعني خلق السماوات والأرض من أجل أن نعرف الله عز وجل، هذه المعرفة تنفعنا إذا اقترب الأجل. لا. الأساس الإنسان خلق للجنة، نقطة دقيقة جدا، الإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن أتي بنا إلى الدنيا لدفع ثمن الجنة. ثمن الجنة هو العمل الصالح، وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يكون صالحا؟ إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، صواباً ما وافق السنة. فعلة وجودنا في الدنيا، يعني كيف إنسان يرسله أبوه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون، علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة العملاقة الدراسة فقط. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. نعم.
سيدي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يعني التفكر بالموت أيضا يندرج تحت موضوع التفكر. والله أنا أرى البطولة الراقية في المؤمن أن موضوع الموت داخل بحساباته اليومية، لأنه لمحة واحدة بثانية واحدة جثة هامدة. أذكر إنسان، يعني أنا وإياه نعمل في مكان واحد، في عنا وقت فراغ، حدثني عن مشاريعه، والله حدثني لعشرين سنة قادمة. قال أنا سأذهب إلى الجزائر إعارة وخمس أضعاف الراتب، أجلس خمس سنوات بأربع صيفيات، أمضي صيفية بإسبانيا بإيطاليا وبالنمسا وسويسرا، أتملى من هذه البلاد، أرجع إلى الشام بشتري بيت وبشتري محل تجاري وبيع فيه تحف. صدق ولا أبالغ، شيء تقريباً ساعة عم يحدثني عن مشاريعه لعشرين سنة قادمة وأنا أستمع له. ذهبت إلى البيت وعندي خروج من البيت مساءً لعمل معين، رأيت نعوته على الجدران بنفس اليوم. هذا الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. أنا لا أرى أعقل ولا أذكى ممن أدخل الموت في حساباته اليومية. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. اشترى إنسان يعني يحمل أموال طائلة، فندق في باريس 80 طابق، الفندق كومبليت يعني دائما ممتلئ لكامله. بعد يومين توفاه الله. شو الموت؟ أنا ما بشوف أذكى ممن أدخل الموت في حساباته. إذا أدخل الموت في حساباته إذا هو عمل صالح ينفعه بعد الموت. نعم، إذن هذه العلاقة سيدي، يعني هي فعلا آية تلفت النظر، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات نعم. والأرض ونحن ننظر، وأن عسى وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فبأي حديث بعده يؤمن؟ يعني سؤال محرج، هل يمكن أن يستيقظ أي إنسان كل يوم كاليوم السابق؟ مستحيل. مستحيل. في بواب، نحن بالمطارات في عنا جيت خروج، وكل إنسان له جيت، بوابة خروج، هذا بحادث، هذا بمرض بالقلب، هذا بالكليتين، هذا إلى آخره. نسأل الله أن يرزقنا والمشاهدين حسن الخاتمة. إخوتي أخواتي، شكراً لحسن المتابعة، نلقاكم دائماً على خير. نسأل الله عز وجل لكم دوام الصحة والعافية والأمن والإيمان. إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الآفاق بالإبداع سحرا، بنا الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها، وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني، وتدعو للهدى سرا وجهرا. ويخل الوعد في مرسى الأماني، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق.